استقصاء للتلفزيون العمومي البلجيكي RTBF حقق بعناية في الأنشطة المشبوهة لدبلوماسية المخزن في بلجيكا على مدى 8 أشهر ليكشف التحقيق وساخة هذا النظام الذي يستعمل الضغوط والتضليل والإغواء لشراء الذمم منذ أن وضع يده على أراضي الصحراء الغربية وثرواتها لما يقرب عن 5 عقود. التحقيق كشف عن تورط النائبة البلجيكية من أصل مغربي لطيفة آيت بعلة التي أنتجت فيلما دعائيا لتبييض الصورة السوداوية لنظام المخزن، وبالمقابل تشويه تام للحقائق فيما يخص صورة البوليساريو. ليتساءل أصحاب التحقيق عن مصدر تمويل هذه الأفلام وكيفيات بثها داخل البرلمان الأوروبي والأوساط السياسية في بلجيكا، معتبرا هذه الأعمال تدخلا سافرا في شؤون دولة ذات سيادة. وليست هذه المرة الأولى التي تكشف فيها بلجيكا ممارسات المخزن على أراضيها، فلقد أقدمت السلطات البلجيكية في وقت سابق على اعتقال مواطنة مغربية تدعى كوثر فال بتهمة التجسس على البرلمان الأوروبي لصالح الرباط، ليتواصل مسلسل فضح سياسة المخزن التي باتت مقرونة بشراء الذمم والغش والتعتيم لتبرير احتلاله للصحراء الغربية وانتهاكه لحقوق الإنسان فيها.